لو جينا طلعنا على فرن حراري صناعي، الفرن هذا عملنا له عزل جيد من 6 جهات، فهذا هون معزول بشكل ممتاز. وهون في عندي بلوك، ممكن يكون الباب هذا، ممكن يكون الباب مثلا العزل تبعه مش في له او في انتقال لدرجه حراره، او ممكن يكون انا بدي تنتقل الحراره، عم بسخن من هون بدي الحراره تنتقل لهذا الجسم اللي موجود هون. هلا عندي هون راح يكون في عندي سبيسيفيك هيت، اخذتوا شيء زي هيك بالثيرمال، مش ماخذين ثيرمال لسه، مين ماخذ ثيرمال؟ تمام، جزء كبير منكم ماخذ ثيرمال. راح افترض هون عندي هاي الثيتا درجه حراره الاوفن، شو بتتوقعوا الفيرب اللي بدي اتحكم فيه؟ درجه الحراره، احتمال كبير هو درجة الحرارة مش الفلو اللي طالع. وعندي جبت هيتر هون ركبتها، بس ركبتها بشكل محكم من هون، فالأسلاك بتدخل وبتطلع، هذا ما بتأثرش على العزل اللي موجود هون. فعندي هيتر، الهيتر شو راح تعطيني؟ بأي شكل؟ ايش اليونت؟ عفوا علي صوتك. بالوات، تمام، اللي هي الوات وحدة، ايش هي كمان نفسها الوات؟ جولز بير سكند. حلو، هون نعبر عنها بجولز بير سكند، هي نفسها وات بس هي جولز بير سكند، يعني هذه الهيتر عم تعطيني كذا جول بير سكند، اللي هي نفسها وات، مش هيك؟ بس جيد نعبر عنها بهاي الطريقة. إذا جبت أنا هيتر من هون والهيتر هاي حطيتها عم تعطيني كذا جول بير سكند، هذا الجسم اللي موجود هون له ماس معينة وله سبيسيفيك هيت كاباسيتي، لكن انا ما مش مهتم كثير في الماس تبعته، ضربت التنين في بعض، مش اخذت سبيسيفيك هيت كاباسيتي لماده. ايش تعريف سبيسيفيك هيت كاباسيتي؟ ايوه يا ملحس، هو ممتاز ممتاز. سبيسيفيك هيت كاباسيتي لماده هي كميه الحراره بالجولز اللي مطلوبه حتى ترفع كيلوغرام واحد من المادة كم؟ واحد كلفن إذا بدنا نكون دقيقين، أو درجة مئوية واحدة. فإذا عندي مادة، والمواد مش زي بعض، مش هيك؟ مش هذه أحد الثيرمال كاركترستكس للمواد؟ لو جبت المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة، راح ألاقي هاي المادة بدها المي قديش بدها؟ واحد. قديش كيلوغرام من المي؟ قديش الفوليوم تبعه؟ قديش؟ كيلوغرام لتر، اللتر تقريبا 1 كيلوغرام من المي. حتى ارفع درجه حرارته درجه مئويه واحده كم جول بدي؟ قديش؟ 4.2 في 1000، لانه هذا لتر مش سنتيمتر مكعب. فمثلا سبيسيفيك هيت كاباسيتي للمي بتساوي 4200 جولز بير ايش؟ بير كيلوغرام بير كلفن. لكن اذا جيت اطلعت على ماده وزنها اهمل، يعني اطلعت على وزنها وجمعته وضربت في 10، اذا كانها 10 كيلو او 5 كيلو، صفت سبيسيفيك هيت للماده هاي كلها وحدتها راح تكون جولز بير كلفن. يعني حتى ارفع القطعه هاي، الحجر هذا وزنه مثلا 3 كيلو، صرت اقول انه هذا الحجر حتى ارفع درجه حرارته درجه مئويه واحده بدي مثلا 2000 جول او 3000 جول او 4000 جول، ماشي؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ هذا هون بالنسبة لإيش؟ لكيلو جرام واحد من هاي المادة، هذا على فكرة رقم بهمني أكثر من هذا الرقم، لأنه هذا الرقم خاص في القطعة اللي أنا طولتها، يمكن كان وزنها 2 كيلو أو 3 كيلو، هاي خصيصة من خصائص المادة. عملت لها نورماليزيشن، نزلتها على عدد الكيلوغرامات ونزلتها على طيب، إذا هلا هذا نطلع عليه، هذا على فكرة بيشبه التنك لحد كبير، وين البامب؟ هيها. وين الاوريفيس؟ هيها، مش هيك؟ وين الاريا تبعت التانك القاعده؟ هي هاي. وين الهايت؟ الارتفاع في التانك. ودرجه الحراره نفس المعادله تماما، بس انا ماخذ هون ماخذها بشكل مختلف، فهون راح يجي عندي هلا هاي القطعه اللي موجوده هون كميه الحراره اللي موجوده فيها عايش راح تعتمد؟ رح تعتمد على كمية الحرارة اللي داخلة من هون وكمية الحرارة اللي بتخسرها من هون، مش هيك؟ مظبوط؟ إذا الهيت إذا بدنا نحطها مثلا اتش اوف تي القطعة هاي اللي موجودة هون، change in heat بده يساوي الهيت ان
ماينس الهيت. هذه ايش وحدتها؟ الفلو للهيت جولز بير سكند، والفلو اوت كمان جولز بير سكند، والتغير بكميه الحراره اللي موجوده في هاي القطعه هي كمان جولز بير سكند. مظبوط؟ ماشي واضح؟